السلام عليكم الاخوات، ها انا عاوتاني رجعت لكم فيديو جديد بقطعه جديده عاوتاني كما كتشوفوا هانتوما. هاد القطعه هادي من توب الزهر، والله ما الزهر لي لما كنعرفها ومغنية عن التعريف كما كنقول، وبكاليتي لي زوينه بزاف. كتشوفوا التوب ديالها صراحه توب زوين، توب بارد، توب مفتوح بالنسبة للناس اللي كيبغيو الألوان مفتوحة. هانتوما كيفما كتشوفو فيها هنايا البيض بكحل أحمر، ألوان متناسقين كيفما كتشوفو. هنا لبستها مع البيض، كنت لبستها مع الكحل أولا حتى مع الكرونة ماشي مشكل، أولا مع الجين حيت فيها هنايا نت أحمر. نتوما نقرب ليكم باش يبان ليكم مزيان، نتوما قرب القطع على القرب باش تبان ليكم. نتوما هنايا كاين هاد السميطة هادي كيفما كتشوفو، بعد باش تبان ليكم مزيان. نتوما جيت لي بتين كما كتشوفوا هنايا، نتوما في هاد السواق هادي كتبري صراحه شي حاجه اللي زوينه واعره. نتوما حتى هاد اليد هادي نفس الحاجه، هنايا فيها الصدايف هنايا من جهة العنق هنايا حتى جهة السمطة كما كتشوفو. هنايا فيها جيوب صغيرين، هانتوما هنايا فيها هاد البوندة هادي من هنايا، هانتوما من هنايا حتى لتحت باش عجبتني انايا كتبري، ما عرفتش غتبان لكم ولا لا، ما كتبانش مع الكاميرا مي عندي انايا كتبري من الفوق حتى لتحت حتى بالجهه الاخرى. او هنايا تقدري مثلا تزيريها شويه، مثلا الا بغيتي تعطي عاوتاني واحد الديكور او لا واحد الشكل اخر يعني شحال هكا. هنايا تقدري زعما تزيريها من هنايا باش تعطيها عاوتاني واحد الديكور ولا واحد الشكل اخر كيما درت هنا. هاد الجنب هذا راه زيرتو، هاد الجنب خليته مخلوق هكا كيفما كتشوفو. هادي تا هي تقدري تلبسيها مع سبرديلة، تقدري تلبسيها مع طالون، مع روتيو، مع أي حاجة، وتقدري ديري معاها سروال سليم في أي لون كيما قلت حتى في الكرونة حيت فيها هنايا، فيها هنايا الكرونة هنايا كيما كتشوفو. معرفتش غيبان ليكم ولا لا، هانتوما غنقرب باش تبان القطعة مزيان. هانتوما فيها هنايا هاد الديزاين هذا من هنايا جهة السمطة، شي حاجة لي زوينة وراقية وشيك بالنسبة للبنات ولا العيالات لي كيبغيو يبانو بشكل لي راقي وزوين. نتوما 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 هاد القطعة هادي توفر في هاد اللون هذا، هاد اللون لا طاي 38-40 المهم وصلنا لنهاية هاد الفيديو هذا، نتمنى يعجبكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.